المشاهد ما ودنا يطفش منه. غسان الشهراني تفضل يا غسان. السلام ورحمة الله، حياك الله يا غسان. الله يبارك فيك. اقرب مني شوي. كيف امورك يا غسان؟ الله يبارك فيك. عساك مرتاح. اللهم لك الحمد. اقرب اكثر. ابشر. ولا يهمك. بالالاف يشوفونك العام. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، غسان الشهراني اخوكم وابنكم جميعا من المشاهدين. اتمنى اني قدمت الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى ثم يرضيكم جميعا. إن غادرت فهو باب الخيرة، وإن استمريت فهو باب الخيرة والرزق أيضا. وبإذن الله أني أنافس كويس. يقول المتنبي: إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بمدون النجوم. فأسأل الله أن الله يكتب الخيرة لنا ولكم جميعا، وما قصرتوا الحقيقة جميعا. والمغادرين أخواني بيض الله وجيهكم، بيضا يغار منها السحاب، وشاكر ومقدر واعتذر على الإطالة. لو كان يحق لي أن أقول رأيي الشخصي فيك يا غسان، فأنا كنت طموح جدا أن يكون لك إن شاء الله مكانة إعلامية ما بعد البرنامج كما كنت سابقا. الله يرفع قدرك. فأنت جاي تضيف على الزين زين. الله يرفع قدرك. ولكن حكمنا في الموضوع هذا التصويت، التفاعل، الخصومات. كنت جميل جدا في التفاعل وبلا خصومات تقريبا، ولكن التصويت ومنافسة التصويت ما بين 30 شخص بعدين مش لك وش للحر. الرياض جايه صيف. اي والله راح برد ولعن الشيطان. بكل حب يا غسان، والله اني ناسي النتيجه. اعطوني النتيجه للجمهور، لان اللي في القلب والله شيء كبير. اعطوني النتيجه على الشاشه. الجمهور الان شاف الجمهور النتيجه الان. كلمة أخيرة يا غسان. كلمة أخيرة، سواء رحلت سواء بقيت، بإذن الله تعالى إن هالشيء ما راح يوقفني في الاستمرارية في سماء الإبداع. أصلا لو وقفت ما وصلت لهالمكان. أكيد. من البديهي إن شاء الله أنك ما توقف. أكيد. وسأحوم طيرا في سماوات الفرح سواء استمريت أم رحلت. عسى الله يوفقك يا غسان. سلمت علي بداية وسلم عليك ختاما. أمرني. قول. اعلن. إيش تبغاني أقول؟ قول اللي تقول. وش في خاطرك؟ والله اللي تقولها إذا طلع منك حتى شيء سلبي شفته كويس. الله يقويك يا غسان. الله يرفع قدرك. داخل البرنامج. الله يرفع قدرك. سابق اللي بعده.